فالحمد لله أول حاجة كنبغينا نهنئ اللاعبين على روح قتالية داخل الملعب. فكنظن بأن لي دو ماتش لا كونتر الماس ولا أولمبيك خريبكا ما كناش في الفورما، ما كناش مزيانين، فما كانش عندنا خيار اليوم سوى الفوز. اليوم الفوز جاء بطريقة وأداء، كانت روح قتالية عالية، كنا بلوكو ملي بدات المقابلة حتى نهاية المقابلة. فكنظن أنه قمنا بمجهود كبير، ما نساوش نشكروا الجماهير اللي كتدعمنا بكثافة، فكان عندهم اليوم نسبة كبيرة في هذا الفوز هذا. فكنتمنى منهم أنه يزيدوا يساندونا ويزيدوا يدعمونا باش نزيدوا الأمام ونوصلوا إن شاء الله. كما شفتي بدينا بداية الموسم كانت واحد البداية متعطشرة، فمن بعد لي ديغنيغ ماتش أننا شدينا الريشم، ولينا كنديروا دي ريزيلتا بوزيتيف، ولينا كنضمنوا لي جو شوية. فكنظن عاوتاني بعد التوقف ديال سبعة ديال السيمانات، فكنظن شوية صعيبة كما شتي جو الفرق ماشي في الفورما، كاع الفرق تقريبا كيقلبوا على الريشم. فكنظن بأنه اليوم كانت واحد الانطلاقة صحيحة، فكنتظرنا عمل كبير، ولكن كنظن أن هذه هي الانطلاقة إن شاء الله. بالسوتيان ديال الجمهور ديالنا إن شاء الله غنزيدوا الأمان. هذا السؤال هذا ما يتحتاج جول، فكنظن أنه بدون مقارنة فجمهور نمبر وان في إفريقيا وفي العالم بارتو، فما نحتاجش نظر عليه، فأنا كنظن أنا في المقابلة كيبان كل شيء. اليوم كان عندهم نسبة كبيرة في الفوز ديالنا، فمعروف جمهور الرجاء بالوفاء ديالو والدعم ديالو واخا كتكون النتائج غير إيجابية. فاحنا كنشتغلوا على قبلهم، ما كنظنش انهم غادي يبخلوا علينا، فكنظن باننا ملتحمين حنا وهما، غنزيدوا الامام وغنزيدوا نقدموا الاضافه ان شاء الله. شكرا.